بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الأسطح والخضر والمحميات وأي حاجة، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا ده الأسبوع الثالث يا حضرات اللي إحنا شغالين فيه على الخيار وعلى الجريلا أهيت ما شاء الله تبارك الرحمن، وشغالين فيه على البطيخ. أول حاجة نبدأ بالخيار، والمفروض ان احنا بنربي على طول زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا الحروق ده هي قد تكون نقص الكالسيوم او الاملاح، انا اعتقد طبعا ان هي نقص البوتاسيوم، اسف يا جماعه، انا دايما من يوم ما دخلت كليه الزراعه بخلط بين البوتاسيوم والكالسيوم. دي قد يكون نقص بوتاسيوم، بس هو مش نقص بوتاسيوم ولا حاجه، لانه العرض ظاهر على كل النباتات، تمام. دي حاجة، ومع انها كل نبات في قصيص مختلف، وانت مغمض دي اثار الاملاح، وقد يكون شدة التسميد شوية او ان احنا سمدنا كتير. اول حاجة بنبدأ فيها تربية النبات اللي انت شايفه كده هو تربية النبات، نشيل الورقتين اللي هم الفلقيتين دول اللي هم بيطلعوا في الاول خالص، تمام. بعد كده حضرتك بنبدأ نشيل، طبعا متفقين على ان النبات ده هو اللي هو صيفي، اي خيار صيفي بيبقى مالتي فروت، يعني على كل سلمية من دهيت هتلاقي فيها اكتر من حباية خيار او ثمرة خيار، علشان كده بنربي على اللي هو ده اللي هو الساق الرئيسية، فبنقطع كل حاجة. ده مدرستي انا كرجب شبراوي بعمل كده، بشيل كل اللي هي، بسيب بس الساق الرئيسية واشيل كل الافرع الجانبية دهية، تمام. اهو بشيلها كلها كده اهوت، المفروض ان ما اسيبهاش تكبر عشان احاول. طبعا ما شاء الله هتلاقي هنا هيطلع ما تقلقش، هيطلع الزهر ويطلع الايه يعني، المهم كل الافرع الجانبية دهية المفروض ان احنا بنشيلها، وبس بنسيب الايه الخيار اللي هو طالع وابتدى يطلع ما شاء الله صغير. يعني الاسبوع اللي جاي باذن الله تعالى هنلاقي الدنيا كويسه خالص، وهنلاقي النبات عندي ابتدى ما شاء الله يظهر، وابتدى باذن الله 10 ايام وتجمع من الخيار ده هو، تمام. منظر للصوبه اهوت عشان بس ما حدش يقول ان احنا يعني هربنا منكم ولا حاجه، رغم الصيام، كل سنه وانتم طيبين، ورغم والله النهارده في مشاغل والدنيا مش مظبوطه، بس يعني حاولت برضو نمشي مع حضراتكم في الرينج اللي احنا ماشيين فيه. وطبعا طلع لكم النهارده بالصوره الجلابيه البلد اهوت، وحياكم الله جميعا، تمام. بس يعني زي ما قلنا ان احنا التسميد بتاعنا ما تعقدش نفسك، ان بي كي بنجيبه بنحطه زي ما انت شايف اهو في الخزان ده، اهو الخزان ده في ان بي كي اهو، جرام في كل لتر، الدرام ده 200 بنحط فيه 300 او 200، بحط فيه ربع كيلو ان بي كي، وبحط فيه شويه مغنيسيوم، تمام. ما تقول لي بقى كتير وشويه، بس نص جرام وربع جرام كده ده وكلش عيش يا جماعه الخير عشان تكونوا في الصوره يعني، تمام. وطبعا بنحط مره كالسيوم في الاسبوع، بمعدل جرام للنبات، حطها زي ما تحطها، المهم النبات عندك اهوت وما شاء الله تبارك الرحمن. ارجل الجريلا اهيت، تمام، ما شاء الله كويسه، تمام. ده الجرع الهندي هنربيه برضو، هنربيه على خطام باذن الله تعالى اهو، ده الجرع الهندي. وده بقى البطيخ اهو، تصدق البطيخ نور زهر اهو. على فكره يا جماعه انا زارع كام بطيخه، البطيخ زهر اهو، زهره اهي، تمام. انا حبستها من فوق ديت، تمام، فابتدت تطلع لي من تحت اهيت، تمام. دي زهره بطيخ على فكره، البطيخ ده البطيخ الاصفر، البطيخ ده بطيخ اصفر مش اللي هو الكبير، تمام. انا زارع كام واحده حبه صفراء، وعلى فكره من بطيخه انا كنت شاريها وابتديت يعني اخد منها، فابتدت تطلع، انا يعني شايف انها مطلعه بطيخه صغيره وصفراء اهي، الله اكبر. يعني نتمنى ان الدنيا تكون كويسه باذن الله تعالى في الـ شويه التجربه اللي هي بتاعت البطيخ دي، تمام. ودي برضو نوع من انواع الجرع، والله انا يعني انا اعتقد ان دي جريلا برضو، بس نوع تاني اهي، تمام، اهي دي جريلا، تمام. الجريلا دي طبعا ولا بيستخدموها الجماعه بتوع، ودي برضو جريلا اهي، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ابتدت تفرع جانبي اهو، تمام. الاسبوع اللي جاي بتشوف حاجه جميله جدا، يعني تشوف حاجه جميله جدا.
مبسوط جدا بنجاح التجربة وسهولتها يا جماعة، والله تجربة من أسهل ما يكون، شوفوا من أسهل ما يكون، ولكن الناس مش عارف، بيقعدوا بقى يقولوا لكم حط ربع جرام وحط نص جرام وحط ما اعرفش ايه، ويتكلم من مناخيره تعيد الادو انت هو ولا الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه خالص. العيال بتوع القنوات بتوع اليوتيوب دول والله يعني عيال ما اعرفش ظروفها ايه كده، الدنيا قدامك حلوه هيت والله ما فيها حاجه، هو خرطوم ماشي بنزل ميه وبنحط كل شويه شويه سماد وخلاص، مايش حبه بقى زراعه مائيه وزراعه ما عرفتش ايه وريني. والزراعه المائيه زراعه نظيفه، نظيفه منين يا عم؟ انت بتحط لها اسمده زي احنا ما بنحط، منين جت النظافه بقى؟ النظافه كده يعني ده اقول من زراعه مائيه؟ طبعا مش زراعه مائيه، فيجب ان نسمي الاسماء بمسمياتها الله يهديكم. عيب الاخ اللي بيسال على الفايبر جلاس اللي انا حاطه ده، هو فايض عني وحتت صغيره ما تنفعش بصراحه لاي حاجه، فبنحطها تحت الايه؟ تحت الروكلين اللي تحت الأسس، والأسس ديت بيقولوا لي هي كام؟ أنا تقريبا هي 20 في 20، القطر بتاعها 20 في تقريبا ارتفاعها 20 سنتي، زادت شوية قلت شوية الدنيا مش هتخرب معاك تمام؟ ما انساش إن احنا رشينا في الأسبوع ده هو يا جماعة أستن برايد مادة أميدا كلورا برايد تمام، أو أستن برايد مع شوية عناصر صغرى مش أكتر من كده، والله على ما أقول شهيد رشيته مرتين، وده عندي أساسا الرش يعني عشان تبقى عارف، ده اترش أميدا كلورا برايد للصاقبة الماصة المن والذبابة البيضة والبتاع ده، ورشيته بشوية فرتمك معهم عشان ما أكونش كذاب تمام، يبقى رشينا شوية فرتمك خلطناهم مع أستن برايد تمام، وخلاص الليل وعناصر صغرى تمام، دول رشيتهم مرتين الاسبوع دهوت، والدنيا زي ما انت شايف كده زي الفل. وطبعا عايزين نروح نفطر، طبعا التربيه قلنا هنربي على ساق واحد، نعيد القصه من جديد تاني يا زول، خش معايا اهو هنشيل بس ده اهي، ماشي ما اشيلش دي فيها اهي، في ثمره اهي تمام، ما اشيلش الثمره دي، اسيبها الثمره دي ما اشيلهاش، ديت هتبقى 3 4 ايام هتبص تلاقيها بقت ثمره خيار، بس يا جماعه كده اهو دي اللي اشيله، دي المصاصات دي او الافرع الجانبيه، الاوروبيين بيسموها المصاصات تمام، هي فعلا المصاصات اهي بشيلها، طبعا انا كنت اشيلها بس سايبها عشان ايه اوريها لكم يعني، بس يا سيدي كده كل ده الصغير ده لا ما اشيلهوش، ده ما اشيلهوش اهدى، ده ما يتشالش ده الكبير اهو، الكبير ده اللي اتشال، دي المصاصات او الافرع الجانبيه دي اللي اشيلها، دي اشيلها ده اهي طالعه بالثمره بتاعتها، طالعه بالثمره اهي. على فكره يا جماعه الخير مفيش حاجه اسمها ازهار مذكره وازهار مؤنثه في خيار البيوت المحميه، هي كلها مؤنثه مفيش ذكور، دي عقدها بكري كله مؤنث، كله مؤنث، اللي يقول لك القح قول له الهي تتلقح دماغك في حيطه حلوه، بس كده. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، محدثكم أخوكم الدكتور رجب الشبراوي، شكرا لكم.